الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تواصل حملة توعيتها في العاصمة نواكشوط حول حقوق المستهلك في مجال الاتصال، وتقول الجمعية إنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى رصد مظاهر خرق حقوق المستهلك، كما تبحث سبل وآليات الارتقاء بها ودور السلطات المعنية في هذا الإطار. هذه الأعمدة اللي هون الأعمدة هذا من الرليهات، نعم معقول هاي شركات المشغلة أنها تمتلك عشر من أوتاد الخيام والأوتاد القواطن وتديرهم على الديار، هذا أولا خطير على صحة المواطنين. هاي يا الله هم عندهم إمكانيات عنهم يعدلوا رليهات أعمدة طولها لفوق 100 ارتفاعها يعني في السماء 100 متر والله قاع زايد على 100 متر، نواكشوط ما في ناطحات سحاب ولا ناطحات ضباب حتى، معناها أنا مين يقبوا أعمدة ارتفاعها لفوق 100 متر والله 200 متر يقدوا أربع أعمدة خمس يغطوا قاع مساحة نواكشوط كامل. الوعي من أجل الحصول على الحقوق بعد آخر من أبعاد حملة التوعية التي دخلت أسبوعها الثاني، وينتظر أن تستمر شهرا وتشمل بعض مدن الداخل الموريتاني، فمعاناة المستهلكين جراء شركات الاتصال في البلاد تقول الجمعية إنها واحدة. دي الحملة ندور الناس توعى، ندور الناس تسعى بأنها تضغط ليكتبر حقوقها، وهذا مشروع ما هو ممنوع، هذا حق طبيعي مكفول كافرة القوانين، وهذا قالوه لنا الناس كاملة، قالوه لنا الخبراء، قالوا لنا ان يخصنا فقط ان نقضوا زمام المبادرة، وان سلطة التنظيم انها ملزمة قانونية بالاستماع لنا، ملزمة قانونيا تطرح شكاوينا، ملزمة قانونيا حتى تقدر توقف الشركات، حتى تقدر تسحب الترخيص من الشركات. ويرى بعض الخبراء والمهندسين ان دور سلطة التنظيم في هذا المجال ينبغي ان يكون دورا فاعلا، وأن قراراتها ينبغي أن يطبعها طابع الحياد والعدالة. كأي سلطة عندها وسائلها الفنية وعندها كادرها البشري وعندها مثلا آليتها وطرقها المتبعة لمراقبة قطاع الاتصالات، وأكيد أعلنت مضر لا تعود تسمع مرة ملاك، أعلن ثم عقوبات انطرحت على أساس أعلن مثلا الخدمة مثلا منطقة معينة أعلنها ما كانت في الجودة المعنية. وتعتبر هذه الحملة الثانية للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك في مجال الاتصال بعد الحملة التي أطلقتها عام 2010، وقد احتجت قبل أيام أمام مقر سلطة التنظيم بنواكشوط تدعوها إلى لعب دورها الرقابي على شركات الاتصال في البلاد.